السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نشرح حل مشكلة التسجيل الدخول إلى الموقع الروسي فيكا، هذا الموقع الروسي المشهور الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي الشبيه بالفيسبوك. تلقيت العديد من الأسئلة من الإخوة عن مشكلة تسجيل الدخول إلى الحساب. هناك من وجد العديد من الأشخاص وجدوا مشكلة في عملية تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بهم، وخاصة الذين قاموا باستخدام التحقق بخطوتين. فعندما يتم عندما تريد أن تقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بك مباشرة عند إضافة كلمة سر، يتم الاتصال بك مباشرة. بعد ذلك يتم الاتصال بك عن طريق مكالمة هاتفية، لكن هذا الأخير لا يتم إرسال الرمز من أجل عملية التحقق أو شيء من هذا القبيل. لكن إن شاء الله سوف نشرح بعض الخطوات لتتغلب على هذه المشكلة. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح. في البداية إدخال الإيميل الخاص بك، سوف أضع الإيميل الخاص به، بعد ذلك سوف أقوم بالنقل على سيجن إن. هنا يقول لك قم بإدخال كلمات السر، سوف أقوم بإدخال كلمات السر الخاصة بنا. أنا الآن قد قمت بإدخال كلمات السر الخاص بي، أقوم بعملية كونكت. هنا سوف يقوم بإرسال الكود كما تلاحظون عن طريق التحقق بخطوتين. الآن إذا لاحظتم معي عملية الاتصال، يتم الاتصال بي، سوف أقوم بالاستماع إلى المكالمة مباشرة. بعد ذلك يتم قطع الاتصال، يعني لا يتم إرسال هذا الرمز. إذا ما هو الحل؟ الحل إخواني الكرام وهو أنك تنتظر ريتما يتم انتهاء هذا العد العكسي، هذا الذي يظهر في الأسفل. ننتظر ريتما يتم انتهاء هذا العد العكسي تقريبا 20 ثانية. عند الانتهاء سوف يعطيك هنا خطوة أخرى confirm، يعني استخدام طريقة أخرى لتسجيل الدخول. ننقر على هذا الخيار، سوف تنتظر أيضا لمرة أخرى عملية انتهاء هذا العد العكسي. هنا نقوم بإدخال الرقم الهاتف الخاص بنا كما تلاحظون معي هنا. إذا كان لديك التطبيق الخاص كما قلنا هذا الموقع الروسي أو فيكا على الهاتف، يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريعة. نقوم بالنقر على continue. هنا سوف ننتظر ريتم يتم إرسال لنا الرمز. هنا سوف يتم إرسال، فكما تلاحظون فبعد عدة محاولات الآن سوف يعملون على إرسال رسالة SMS إلى الهاتف الخاص بنا، ليست المكالمة. لاحظوا معي هنا SMS ليست المكالمة. ربما قد لا تتوصل بالرسالة SMS، لكن سوف يعملون على إرسال الرسالة عبر الهاتف في كلتا الحالتين. إذا لم تتوصل بالرسالة عبر الهاتف الخاص بك، سوف تأتي الخطوة الأخيرة وهي يتم إرسال كما قلنا الرمز عبر الإيميل الخاص بك. نختار هذا الخيار مرة أخرى. لاحظوا معي هنا الآن سوف يتم إرسال كود عبر الإيميل. سوف أتوجه إلى الإيميل الخاص بي، هذا هو الكود كما تلاحظون. نقوم بالدخول إليه ثم نقوم بجلب الكود، هذا هو الكود. ثم نذهب إلى الموقع، نقوم بإضافة الكود هنا بهذا الشكل. لاحظوا معي هنا يطلب منك إدخال كلمة سر، نقوم بإدخال كلمة سر ثم ننقر على continue. وبعد ذلك نكون قد قمنا بحل مشكلة تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بنا موقع الروسي بطريقة سهلة جدا
بدون أي مشاكل كما تلاحظون بعد عدة خطوات قمنا بها في هذه الحلقة. فللإشارة فقط كما قلت إذا لاحظتم معي هنا الآن قد قمنا بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بنا. فكما قلت فتلقيت العديد من الأسئلة من الإخوة الذين يعانون من مشكل عدم القدرة على الدخول إلى الحساب الخاص بهم، وخاصة الذين قاموا بربط كما قلنا رقم الهاتف الخاص بهم بالحساب الخاص بهم ووجدوا مشكلة في عملية تسجيل الدخول. فللإشارة فقط، فإذا أردت أن تقوم بالتغلب على هذه المشكلة يجب أن يكون الحساب الخاص بك مربوط برقم هاتف وكذلك بالإيميل، ودائما أؤكد على هذه الأمور. فبالنسبة لرقم الهاتف قد يضيع لك هذا الرقم أو قد يتم سرقة الهاتف الخاص بك وتفقد الحساب الخاص بهذه الخصوص. أما إذا قمت بربط الحساب الخاص بك برقم هاتف فحتى ولو بالإيميل حتى ولو فقدت رقم الهاتف الخاص بك يمكنك أن تقوم باستعادة الحساب الخاص بك وتسجيل الدخول إليه عن طريق كما قلنا الإيميل. على سبيل المثال سوف نذهب مثلا هنا إلى الإعدادات الخاصة بالحساب الخاص بك. إذا قمنا بالدخول إلى الإعدادات الخاصة بالحساب الخاص بنا نذهب إلى سيكيريزي بهذا الشكل. هنا لاحظوا معي هنا فالحساب الخاص بي فهو مربوط برقم هاتف وكذلك مربوط بإيميل كما تلاحظون معي هنا. هنا إذا أردت أن تقوم بإضافة إيميل جديد يمكنك أن تقوم بإضافته، وهنا لديك العديد من الخطوات وكذلك مجموعة من الأمور المتعلقة بالحماية التي يمكنك أن تقوم باستخدامها. هنا إذا أردت أن تقوم بإلغاء المصداقية الثنائية يمكنك أن تقوم بإلغائها من خلال هذا الخيار. فبالنسبة لي أنا فقد قمت بتطبيق المصداقية الثنائية. أنت إذا أردت أن تقوم بإزالتها يمكنك أن تختار ديزيبل حتى لا تجد مشكلة في أثناء الدخول إلى حسابك، لن يقوم بأن يطلب منك الكود أو شيء من هذا القبيل، لكن من ناحية الحماية فهي أفضل أن تستخدم هذه الخطوة. كما قلت هذه هي الطريقة إخواني الكرام لكي تتغلبوا على مشكلة تسجيل الدخول إلى حسابكم على فيكا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.